لتجنب التعرض لفيروس بيتيا، احرص على إنشاء نسخة احتياطية باستمرار. تجنب فتح الروابط والملفات مجهولة المصدر. استخدم برنامج مكافح للفيروسات أصلي. تحديث نظام التشغيل في هاتفك وجهاز الحاسب الآلي باستمرار. تجنب الدخول للمواقع المشبوهة. في حال تعرض جهازك لفيروس بيتيا، تجنب الانصياع لطلبات المخترقين، لأنه لا يمكنك ضمان استعادة ملفاتك عند دفع الفدية. إذا كان الجهاز المتضرر تابع لمؤسستك، قم بإبلاغ قسم تقنية المعلومات مباشرة. إذا كان الجهاز المتضرر هو جهازك الشخصي، قم بأخذه إلى الوكيل المعتمد لإصلاحه. تابع The UAE TRA لمعرفة المستجدات عن الفيروس.